انتقاداته عن الإعلام، فهذا الإعلام لا نتدخل فيه، فهو إعلام حر، ونأمل أنه إن شاء الله أنه ليبيا تجتاز هذه المحنة بأسرع وقت ممكن. في إطار ردود الفعل الدولية، أيضا اعتبرت الخارجية الإسبانية أن القذافي فاقد للشرعية. هذا ويعقد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة جلسة خاصة بعد غد الجمعة لمناقشة الأوضاع في ليبيا بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي.